جسمي مكسر، سكنين 300 سنة. منين جبت كل هالمصاري؟ ما بسألك، منين جبت هالمصاري؟ يا سلام، كمان تحريتين بشتري بيت. كمان هتشتغل بالممنوعات؟ هتشتغل بالتهريب؟ هتشتغل ضد القانون؟ لازم أروح عند المعلم مشان جهز تهريب بكره. عمد شو صاير له؟ لك المصاري عمت عيونه وصار جهني انا ابوه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تهريب هشتغل؟ حبيبتي يعني اذا طلعنا مشوار انا وانت شو فيها؟ لك كمان بتدخن؟ لك ما تستحي انت، ما تستحي؟ طيب شو رايك تجي لعنا على البيت وعرفك على امي؟ لك امك ميتة من سنتين، عم تكذب على البنت ليش؟ ليش عم تكذب على بنتك؟ انت ما تخاف على عرضها؟ ما تخاف على شرفك؟ لك ايه ايه، امي قالت لي جيب حبيبتك بدها تتعرف عليكي. طفي السيجارة وقطع الاتصال يلا. خلص اتفقنا، معناها بكره الساعة 2 بجي لعندك على المدرسة باخذك بجيبك لعنا حتى اعرفك على امي. ماشي يلا باي. لك انت مالك خجلان مني؟ لك مالك خجلان من حالك؟ يا سلام، واخيرا وافقت تجي لعندي على البيت. والله بدي اعمل فيها العماير والله. لك استحي على حالك، لك عم تحكي قدام ابوك. بس أول شيء لازم أدفر إخواتي من البيت. شو صاير لهم هدول؟ شو صاير لهم؟ حبيبي ليش عم تبكي؟ أخوك أحمد مزعلك ما هيك؟ أتفرج على صورتي ابني؟ يعني أنا بعرف حالي بشع بس مو لدرجة إنه تخليك تبكي؟ اليوم صار لك شهر ميت يا أبي، والله قدرت أقتلك. ابني انت شو عم تحكي؟ شو هاي ميت؟ انا هي قدامك شوف يا رب اغفر لابي. صح ما كان يصلي بس كان كثير قلبه طيب وكان يساعد كثير ناس. يعني انا ميت؟ انا متت؟ فلا انا ما كنت اصلي. يا رب خربي شوفي. انت شايفني؟ طبعا ابي شايفك.
الحمد لله يا رب. يا رب. الحمد لله يا رب.